السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في أتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين. بصوا، مش عارفة أبدأ معاكم الفيديو ازاي. وفي الحقيقة أنا مش بحب نوعية الفيديوهات دي خالص، إن أنا أطلع أبلغكم فيها خبر مش كويس أو يكون فيها شيء كده من الطاقة السلبية. بس للأسف الفترة دي بمر بظروف. طبعا عندي حالة وفاة، جدي توفى من 3 أيام بالظبط، والنهاردة اليوم الرابع على حالة الوفاة. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبرنا، وطالبة من كل اللي بيشوف الفيديو ده يدعيله بالرحمة والمغفرة، وربنا يا رب يجعله من أهل الجنة ويرحم أموات المسلمين جميعا يا رب، ويصبرنا على فراق كل اللي بنحبهم، ومحدش يعزيكم أبدا. اللي انا حابه اقوله في الفيديو ده، انا طبعا الفتره دي مش قادره اصور خالص، ولا قادره اكون متواجده معاكم في فيديوهات على اليوتيوب، وده لاكتر من سبب. طبعا اولا للسبب، للظروف بتاعت حاله الوفاه، هي طبعا عدت وخلاص، والعزا خلاص وكل حاجة، وانا رجعت في بيتي. بس يعني انا مش بعرف اشتغل وانا جوايا حاجة مضايقاني، او مش من الناس اللي هي بتعرف تتأقلم بسرعة على الوضع اللي هي الجديد اللي هي فيه، او اي ظرف طارئ هي بتمر بيه. انا مش من الناس اللي انا بعرف اتعامل وانا بكون مثلا في حاجة مضايقاني، مش بعرف اتعامل خالص وانا مجبرة ان انا اتعامل. انا مش بعرف اعمل كده، يعني مش بفكر الاولوية في شغلي او في مصلحتي، او ان انا ممكن بضر. طبعا القناة بتتأثر بكل فترات الغياب اللي انا فيها دي، واي ظرف انا بمر بيه. الفترة اللي فاتت دي مريت بظروف كتيرة جدا، انها كان التهاب بتاع يزن، وبرضو كنت بحاول اكتر الوقت ان هو يكون الاولوية لي، وان انا اهتم بيه وكده واحافظ عليه، بس برضو خارج عن ارادتي. وطبعا كل اللي بيجيبه ربنا خير، هو تعب تاني مني. في اليوم اللي جدي توفى فيه ده، جاله كان تعبان جدا وسخن مني جامد قوي، فروحت بيه للدكتور، عرفت ان هو جاله هربس. فالفترة دي المفروض اكون متواجدة معاه ومهتمية بيه هو بس. فانا حاليا مش قادره انزل خالص فيديوهات، ولا قادره اصور، ولا قادره اكون معاكم. وفي نفس الوقت انا عايزاكم تعذروني وتعرفوا ان انا بمر بظروف غصب عني. انا فقدت الشغف للتصوير ولاي حاجه عامه من الحاجات اللي انا بحبها، او الحاجات اللي انا بحب اشاركها لكم، فما عنديش طاقه ايجابيه اطلعها لكم. فمش حابه ان نوعيه الفيديوهات اللي هنزلها معاكم او كده تكون سلبيه، او مش زي ما انتم متعودين مني. ف يعني ما عنديش خالص طاقة ايجابية ان انا اطلع اديها لكم، او ان انا اصور، او ان انا الفترة دي على الاقل. فبصراحة مش عارفة ايه اللي يعني الفترة اللي جاية وكده، ايه اللي هيحصل، هغيب قد ايه، الكلام ده كله انا مش عارفاه. بس كل اللي انا متأكدة منه ان انا محتاجة شوية وقت لنفسي، لابني، اقدر امر شوية بالظروف اللي انا فيها دي مع نفسي. يعني انا مش بحب ابدا ان انا مثلا اشارككم طاقة سلبية، وربنا عالم انا اصلا بسجل لكم الفيديو ده ازاي، ما كنتش حابة خالص ان انا اعمله. وفي نفس الوقت لما يعني بطلت انزل فيديوهات وكده، في ناس كتير منكم فكرت ان انا بتقل عليكم، او انا مش مهتمة، او انا مهملة في القناة ده بمزاجي او كده. فانا مش حابة ان ده اللي يكون وصل لكم ابدا. انا حابة ان انتوا تعرفوا الظروف اللي انا بمر بيها، وزي ما بقول لكم برضو في نفس الوقت مش حابة كل شوية اطلع اقول لكم ان يزن تعبان، انا تعبانة، انا عندي ظروف كذا. انا حاسه ان انا محتاجه الوضع بتاعي يستقر تماما، والدنيا حوالين مني تبقى تمام. لما ارجع معاكم وانا كويسه، وانتوا بتاخدوا مني طاقه ايجابيه، وانتوا بتاخدوا مني افكار كويسه. ارجع معاكم زي ما انتوا متعودين عليا معاكم. مش حابه ان انا اشارككم اي حاجه فيها طاقه سلبيه او كده. فطبعا يعني انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس انا الفتره اللي جايه دي مش قادرة اصور خالص فيها، ومش قادرة ان انا اتعامل فيها، ويعني بحاول اتأقلم على الوضع اللي انا فيه. الحاجة اللي انا عايزة اقولها لكم برضو، ان يعني
الفراق ده شيء صعب جدا، ولو كلنا بنتعايش طبعا الحياة ما بتقفش وكده، وكلنا بنتعايش وبنرجع لشغلنا وبنرجع لحياتنا ولولادنا وكل حاجة، ما فيش اي مشاكل خالص، بس هو بيفضل معلم ومؤثر جوه القلب. طبعا الحزن طبعا في القلب، والناس اللي بنحبهم مش بننساهم ابدا، وبنفضل فاكرينهم، وبيفضل وبيفرق طبعا. فراقهم مؤثر فينا، وبيفضل فراقهم بيوجعنا. فانا برضو يعني ايه، ما مش عايزة اجي على نفسي اكتر من كده، لان انا من فترة كبيرة قوي وانا بعافر، وانا لا صوري، لا تشجعي، في ناس مستنياكي كده، بس خلاص يعني مش قادرة اجي على نفسي اكتر من كده. فزي ما بقول لكم، انا اصلا ما كنتش عارفة ابدأ الكلام ازاي، وفي نفس الوقت انا مش عارفة انهي ازاي، بس كل اللي انا عايزاكم تكونوا متأكدين منه ان انا بحبكم جدا، ووجودكم بيفرق معايا جدا جدا فوق ما انتم متخيلين. وده كمان برضو شيء على فكرة من مؤثر فيا، ان انا مش قادرة اكون موجودة معاكم، وفي نفس الوقت انا مش عارفة اخد خطوة في الفترة اللي انا بمر فيها دي. وانا من الناس اللي يعني انا ممكن هاجي على نفسي، بس مش هقدر اجي على ابني. فانا شايفة ان هو في المرتبة الاولى دلوقتي في حياتي، هو اولوية ان انا اهتم بيه وان انا اديله وقتي، لانه هو صغير وشقي شوية ومحتاج مني رعاية واهتمام اكتر. فمش عارفة اعمل الحاجتين دول مع بعض، ان انا اكون بشتغل وان انا اكون قادرة ان انا اكون ملمة بكل حاجة حوالين مني. يعني انا حاولت بس ما قدرتش بصراحة. بس فمش حابة اطول عليكم اكتر من كده. تنسوش تدعوا لجدي والد امي بالرحمة والمغفرة، ربنا يجعله من اهل الجنة، ويجعل فترة تعبه دي في ميزان حسناته يا رب، اللهم امين. واخيرا بحبكم جدا ومش حابة اطول عليكم، واسفة لو الفيديو ده ضايقتكم بيه، بس من حقكم عليا طبعا تعرفوا الظروف اللي انا بمر بيها الفترة دي، وعارفة ان انتوا هتعذروني، ناس كتير منكم هتقدر ده. ومش عارفة اقول لكم استنوا مني فيديو امتى، ومش عارفة اقول لكم ايه، بس ان شاء الله اشوفكم على خير.